والرقم القياسي العالمي باسم الكيني الآخر إيساك سونغوك 3:36.78. طبعا كيبتو بيوت الكيني الحاضر معنا هنا 17 سنة عمره وصاحب أفضل توقيت لهذا الموسم ب 3:33 5 بالأزونة الثانية سجل في الشهر الماضي في 11 من شهر حزيران شهر جون 2013. إذا التصفية أولى على مستوى 1500 متر للناشئين. إثيوبيا حاضرة، كينيا موجودة، قطر والجزائر من الدول العربية. 3 لفات على نهاية السباق التصفية الأولى. نشاهده أمامنا مباشرة، وهناك المحاولة للأوكراني الروماني الإثيوبي. القطري ما زال في الكوكبة الأولى، هناك الجزائري موجود في الصف الرابع. القطري يتحرك للأمام، الإيقاع يزداد سرعة، سندخل بعد قليل اللفة الأخيرة من هذا السباق، آخر 400 متر 1100 متر 2:59.63. إذن أثيوبيا بالمقدمة، كينيا تتحرك من جديد، وهناك الصراع الذي سيكون في آخر 300 متر من هذا السباق، وهناك الأثيوبي في الصدارة. أثيوبيا موجودة، كينيا حاضرة، إريتريا، الجزائر في الصف الرابع، قطر في الصف السادس. والسباق الذي نريده أن يكون مميزا للغاية. اللقاء يزداد سرعة، سندخل بعد قليل آخر 100 متر من السباق. هناك الجزائر يحاول أن يكون ضمن الثلاثة الأوائل، بريطاني يبذل قصارى جهده. هناك إثيوبيا وكينيا المركزين الأول والثاني بزمن 3:54.98 جزءا من الثاني. إذن التصفية الأولى على مستوى سباق 1500 متر للناشئين بهذه الأجواء المنافسة. 13 مشاركا من كينيا، كندا، اليونان، البرازيل، المكسيك، قطر، الجزائر، بريطانيا، إريتريا، تركيا، إثيوبيا، رومانيا وأوكرانيا. إذن يوتا من ماثيوس يوتا من إثيوبيا احتل المركز الأول في هذه التصفية. الجزائري جاء في المركز الرابع، البريطاني